مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة عبر منصات سودانية 24. قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق والركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ردا على بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن السودان، قال إن الحكومة السودانية تظل مصممة وملتزمة تماما بإنهاء معاناة المواطنين وعازمة على بذل جهود رامية إلى إنهاء الصراع الحالي بشكل سريع وحاسم وضمان سعادة السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. وأشار البرهان إلى أن الهدف ليس مجرد إنهاء العنف بل القيام بذلك بطريقة تضع الأساس لسلام مستدام يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار ويعزز الوحدة والمصالحة على المدى الطويل بين جميع السودانيين. وقال إن ما ذكره الرئيس بايدن بشأن الهجمات المنهجية والواسعة النطاق التي تشنها ميليشيات قوات الدعم السريع على الفاشر لا يعكس سوى جزء بسيط من الفظائع التي ارتكبتها هذه الميليشيا الإجرامية في أجزاء أخرى من السودان. أعلن قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو حميتي أعلن ترحيبه بلا تردد بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان، وقال سوف نذهب إلى أي مكان في العالم بحثاً عن السلام لأننا لسنا دعاة حرب ولم نشعل الحرب الحالية وليست لنا ولا لشعب السودان أي مصلحة في استمرارها، ولذلك سوف تظل أيادينا ممدودة دوما للسلام. وأكد دقلو استعداده التام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين ولعمال الإغاثة وبدء محادثات سياسية جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل وإقامة حكومة مدنية تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي والسلام الحقيقي الدائم. قال وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض علي إن مشاركة السودان في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعتبر فرصة لتنوير المجتمع الدولي بتطورات الوضع في السودان والحرب التي تشنها الميليشيا المتمردة والدعم الذي تتلقاه من بعض الدول في المنطقة والإقليم، مشيرا إلى أنها سانحة لتعزيز التواصل مع المكونات المختلفة كالمكون الأفريقي في مجلس الأمن والتفاعل الإيجابي مع إرادة السودان السياسية ومجهودات بناء السلام وإبراز رؤية السودان في هذا المجال ومناهضة المخطط الاستيطاني الذي تسعى له ميليشيا الدعم السريع في دارفور وذلك لإحداث تغيير ديمغرافي. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن وفاة مدنيين اثنين وإصابة 12 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات جراء قصف نفذته ميليشيا الدعم السريع على مناطق متفرقة في كراري. وقال إن تفاصيل الحالات تمثل في 3 إصابات من الإسكان 73 ومثلها من صابرين وبئر حماد والحارة 50، ونوه إلى وفاة شخص مجهول الهوية وطفلة، وتم إسعاف الحالات بمستشفيات النو وسواعد والدسوقي، ولم يتسنى للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات. وقال إن الميليشيا تواصل القصف الممنهج ضد المواطنين وتستهدف الأماكن المكتظة بالسكان، حيث استهدفت سوق صابرين والأحياء المجاورة له وعمارة المحامين وموقف الفتح بسوق صابرين المكتظ بالمواطنين والمارة، وتم إغلاق السوق وقتها. أبلغ وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين عدم وضع الجيش السوداني الوطني في نفس الكفة مع أي أطراف أخرى، وأشار خلال مؤتمرنا صحفي مشترك إلى أهمية تعزيز دور مؤسسات الدولة حتى تطلع بدورها في وحدة السودان ووحدة الأراضي السودانية. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن إحراز تقدم في أزمة السودان مهدد بهجوم جديد للدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ودعا طرفي الصراع في السودان إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للاتفاق على تنفيذ الاتفاقيات الرامية لوقف الحرب.
أكد سكان محليون في ولاية الجزيرة من قريتي جوزناغا وتزلم تعرضهم لعمليات تهجير كاملة على يد ميليشيا الدعم السريع عقب قتل العشرات. وقال الأهالي بحسب دارفور 24 إن الميليشيا منعتهم من الوصول لجثامين ذويهم وذلك داخل القرية، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وذكرت لجان مقاومة أبغوتا في بيان ذكرت مقتل 40 مواطنا داخل قرية جوزناغا وذلك الأحد الماضي. وبحسب المتابعات اقتحمت الميليشيا قريتي اللاوت العوامرة والإريك العوامرة ريف محلية الربع ومارست النهب وأوقعت خلال ذلك عددا من الضحايا. قال عضو مجلس السيادة الانتقالي صلاح الدين آدم الرصاص إن قيادة البلاد تعمل في تناغم وانسجام تام من أجل دحر ميليشيا آل الدجل المتمردة. وقال خلال زيارة إلى كسلة إن الحكومة لن تساوم في قضايا الشعب السوداني ولا ترفض السلام، ولكن أي سلام يعمل على إعادة الميليشيا لما قبل 15 من آبريل لن يجد من يقبله في السودان. وأشار إلى القدرات الكبيرة التي أظهرها السودانيون في مواجهة العدوان والتصدي للأوضاع الإنسانية المترتبة عليه في ظل تقاصر جهود المجتمع الدولي، بالإضافة إلى توجهات بعض المنظمات التي عملت على ابتزاز الحكومة بربطها معالجة القضايا الإنسانية بالقضية الأمنية وذلك وفق أجندات الدول المعادية للسودان، مؤكدا أن السودان مقبل على مرحلة جديدة انطلاقا من الموقف العمليات الميداني الذي يشهد تحولا من الوضع الدفاعي إلى الهجوم والتقدم، وذلك لتوسعة الدائرة الأمنية واستعادة المدن حتى يعود المواطن إلى دياره. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات سودانية 24. تقبلوا تحياتي وفريق العمل في أمان الله.